مساء الخير يا باشمهندسين، احنا النهارده هنشتغل شيت الرسم المساقط الافقيه. احنا هناخد النهارده ان شاء الله ان احنا ازاي نرسم المسقط الافقي، وبعد كده ان شاء الله هنشتغل الوجهات والقطاعات. انا كنت قايله لكم ان احنا الاسبوع ده هنشتغل الطبقات العازله، بس طبقات العازله هنخليها ان شاء الله الاسابيع اللي جايه. بصوا يا باشمهندسين، انتوا الشيت المفروض ان احنا خلاص نزلناه، فاحنا هنبتدي نرسمه ازاي. انا اول حاجه ببتدي ارسمها في المساقط، احنا كنا قايلين ان احنا بنشتغل المعماري، وبناء عليه ببتدي او احط الانشائي، وبناء على الانشائي ابتدي احط المحاور. بس انا لما هاجي هرسم دلوقتي انا همشي بالعكس، انا هبتدي ارسم المحاور، وبناء على المحاور ابتدي ارسم المعماري، وبعد كده هرسم الاعمده. فانا هبتدي ارسم المحاور. انا عندي محور الف، فانا ابتدي اهو، ادي ده محور الف، ده محور ب، ده محور ج، ده محور د، ده محور ه، ده محور واو. طبعا انا عندي كل المسافات اللي ما بين المحاور، يعني انت الابعاد دي كلها هتلاقيها موجودة في الشيت بالنسبة لك. بعد كده دي المحاور الافقية، ابتدي اعمل المحاور الرأسية. انا عندي محور واحد، برضو عندي المسافات ما بين المحاور الرأسية، ابتدي بعد كده ده محور اتنين، ده محور تلاتة، ده محور أربعة، وده محور خمسة. انا كده اول حاجه عملتها ان انا ابتدي ارسم المحاور الافقيه والرئيسيه كلها. ابتدي بعد كده ابتدي ارسم الحوائط. اولا انا عندي كل الحوائط الداخليه 12، وكل الحوائط الخارجيه 25، زي ما كنا اتكلمنا في حته ان انا الخارجي المفروض بالنسبه لي حوائط عزل، فانا بعملها 25 عشان تبقى عزل الحراره او للصوت، لكن الدواخل دي كلها فواصل فبنعملها 12. احنا هنمشي الحيطة في نص هنمشي الحيطة في نص المحور بالظبط. يعني انت بالنسبة لك المحور انت تيجي تاخد 12.5 و12.5 وتبتدي تعمل الحائط. وبالنسبة للحيطة، لو انا عندي حيطة 12، فانت لا هتاخد 6 و6 من المحور. على فكرة هو المشروع ده اصلا عبارة عن فيلا، او هي مش فيلا، هو عبارة عن شاليه صغير، عبارة مكون من دور ارضي ودور اول، فهنلاقي اغلبية الحوائط بتاعته 25. فانا ابتدي اهو، ابتدي على حسب الشيت انا ابتدي ارسم الحوائط. انت هتشوف كل حيطة ماشية ازاي وهتبتدي ترسمها. احنا لما نبتدي نرسم يا باشمهندسين، انا مثلا في جزئية هنا بتاعت السلم، انت هترسم فراغ السلم، يعني ده فراغ السلم، لكن انت مش هترسم دلوقتي السلم لان احنا لسه السلم هناخده شيت لوحده. وابتدي بعد كده اهو ارسم الحوائط. انا برسم على اساس الشيت اهو، وابتدي اكمل الحوائط بتاعتي. تمام، طبعا انا مش هكمل باقي رسم الحوائط، انت المفروض ان انت بعد كده هترسم كل الحوائط. وبعد ما هتخلص رسم الحوائط تبتدي توقع اماكن الابواب والشبابيك. طبعا احنا اخدنا الانديكيشن بتاع الابواب والشباك، فانت لما تيجي توقعه خلي بالك ان انت بالنسبة لك الخط ده اسقاط، فهتعمله خفيف، لكن ما حواليه هتبتدي تعمله تقيل لان ده بالنسبة لك خط قطع. وتبتدي ترسم الانديكيشن بتاع الشباك. طبعا انديكيشن الشباك هترسم الشباك من جوه من بره مش هتفرق، بس المهم ان انت ترسم الانديكيشن صح. بالنسبة ابواب، بالنسبة للشبابيك بتاعة الغرف احنا هنعملها العرض بتاعها 1.20 متر، لكن بتاعة السلم هنخليها متر. ولو انا عندي هنا برضو في حائط في الشباك بتاع الحمام، شباك الحمام هنعمله 80 سنتي. خلاص،
قصة الارتفاعات هنبقى نتكلم عليها بعد كده في القطاع الرأسي والواجهة. احنا بعد كده الابواب هنبتدي برضو نعمل الانتكي، نرسم الابواب. طبعا لما نيجي نرسم الباب انت هتشيل الحائط ده خالص لان مش هيبقى موجود معايا، وتبتدي ترسم الانديكيشن بتاع الباب. طبعا انا الباب الخارجي ده هعمله عرض 1.5 متر، هيبقى ضلفة 90 وتبقى ضلفة 60 سنتي. بعد ما هنخلص كل الابواب والشبابيك ابتدي ارسم دايرة التوصيف للابواب والشبابيك، ما ننساش. ودايرة التوصيف دي دايرة رقم 10 في اسطمبة الدوائر اهو. هبتدي ارسم كل الدوائر، لو انا عندي مثلا شباك هنا اعمل دايرة التوصيف بتاعته، دايرة التوصيف اهو بقولها تاني، هي دايرة رقم 10 في اسطمبة الدوائر. احنا كده المفروض ان احنا رسمنا الحوائط، رسمنا الابواب والشبابيك. ابتدي اوقع اماكن الاعمدة زي ما هي موجودة عندي، وابتدي اهشرها خرسانة مسلحة. انت هتشوف اماكنها في البلان وتبتدي توقعها. هنعمل كل الاعمدة، كل الاعمدة هنعملها 30 في 60 سنتي، وما ننساش ان احنا نهشرها خرسانة مسلحة. تمام، احنا هنكتفي كده ونرجع نكمل في الجزء التاني.